عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. هكذا الصائم قد ينسى يتناول مفطرا أكلا أو شربا، ولكنه ليس متعمدا وإنما ناسيا، فإذا تذكر فإنه لا يضره، يكمل صيامه لا يؤثر عليه، بل عليه أن يكمل الصيام ولا يكون ذلك مؤثرا في صيامه. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث أن الله قال قد فعلت، أخبر بأنه لا يؤاخذ بالنسيان ولا يؤاخذ بالخطأ، وإنما يؤاخذ بالعمد. ولهذا قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالخطأ مرفوع، ودليل ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالخطأ ضده العمد، والنسيان ضده العلم، ضد العلم. فالناسي معذور إذا أكل ناسيا وهو صائم أو شرب، ولكن متى تذكر فإنه يمج ما في فمه، إذا تذكر والماء في فمه يمجه، أو تذكر والأكل في فمه لفظه في حينه، ولا يبتلعه بعدما يتذكر، لأنه إنما رفع عنه ما دام ناسيا. فبعد الذكر لا بد أنه يلفظ ما في فمه. ثم على من رآه أن يذكره، إذا رأيته وهو صائم يأكل أو يشرب فإنك تذكره، لأن هذا من النهي عن المنكر، ولأنه يحب ذلك، يحب أنه يتذكر حتى يتم صومه، وحتى يكون ذلك أعظم لأجره. فلا بد أنه يذكر إذا رأي حتى يواظب على الصوم وحتى يتم الأجر كبيراً.